ساتر يا رب. ايه ده؟ الحريقة دي فين؟ في شقة توفيق؟ ايوه. وكريم ابنه شفته؟ ما شفتوش. لا تلاقيه فوق. فوق؟ مية بسرعة. تعالى يا كريم، ما تخافش. ما تخافش يا حبيبي. على مهلك. أنا هوديك المستشفى. تعالى. ايه ده بقى؟ مش قلنا مفيش موبايلات؟ يعني انا اروح اغسل ايدي الاقيك جاي ماسك الموبايل وعمال تتلفت حواليك تبص يمين وشمال وبتاع؟ يا الف ما انا بقى ما مش عارف. طب خلي الموبايل يا عم معاك، مش عايزه يعني، بس بشرط. ايه؟ احكي لي مالك. بطلنا الجميل عامل ايه؟ عندك كم سنة كريم؟ 10. ده انت كبير اهو. ما تقلقش يا حبيبي، احنا خلاص اطمنا عليك وان شاء الله تبقى كويس. ان شاء الله الحمد لله على سلامتك. ايه يا دكتور طمني. اطمن يا استاذ، حالة كريم كويسة، كل اللي فيه شوية كدمات سطحية، وعشان خاطر نطمن ونتأكد هعمل له أشعة عشان خاطر ان كان في أي ارتجاج أو إصابات داخلية. طيب الحمد لله. هو حضرتك قريبه؟ حاجة زي كده. طيب على العموم انا هقعده معانا لغاية بكرة ان شاء الله في المستشفى، وبعدين اكتب له خروج، بس احنا محتاجين حضرتك تمضينا على بعض الاوراق في الاستقبال. تمام يا دكتور. الف سلامة لي. الله يخليك. شكرا. اتفضل. يا كريم الحمد لله على سلامتك يا حبيبي. ابويا فين؟ ابوك الله يرحمه. يا مات طول. عايز حسن. انا حاولت اكلمه كتير لكن تليفونه مقفول. طيب خلاص خلاص هحاول اكلمه تاني. مش عارف ازاي ده حصل. مخي هيقف من التفكير خلاص. المشكلة اني مش فاكر اي حاجة. ده يمكن لو كنت في وعيك مكنش كل ده حصل. انت كنت ناوي تعمل ايه يا مروان؟ معرفش. لما الحاجات دي مفيهاش معرفش. لازم تشيل شيلتك. اروى بنت. والشرف مفيهوش هزار يا اخويا. طب وليلى؟ ليلى بنت حلال ومتربية وعمرها ما هترضى انها تعيش معاك وتدعس على بنت زيها في الغلط. مش هقدر اقول لها علي. لو عاوز ان انا اروح اقول لها يعني هجيبها لها بالطريقة كده، امهد لها كده بالطريقة لحد ما توصل لها واحدة واحدة. ما تتكسفش مني انا اخوك. طب جرب كده اطلب مني اي حاجه في الدنيا اعملها لك. والله العظيم اي حاجه في الدنيا اعملها لك يا مروان. مش هينفع يا علي. مش هينفع خالص. طب روق كده. والله العظيم ده في حاجات اوحش من كده بمليون مره وبتعدي. ربك والله بيسهل كل حاجه. صلى على النبي كده. صلى على النبي. مارو بقول لك ايه، مش عايز اديه الموبايل اكلم كريم كده اطمن عليه؟ وحشك قوي. فوق ما تتخيل بقى، وحشني قد الدنيا. ماشي بس اكلم كريم. بس انا قلت لك ايه الصبح؟ ايه قلت لك انا ايه الصبح؟ قلت لك ان انت عيل. دي حركات عيال ما نعملهاش تاني بقى. ليه؟ عشان احنا رجاله صح. لازم بقى ايه
فوق لنفسنا كده. ايه ده؟ في ايه؟ الو عمو كمان. ايه؟ يا راجل كنت عايزني فين؟ انت ازاي تعمل حاجه زي كده؟ ازاي؟ نزل ايدك. كان عندك حل تاني؟ تقوم تقتله؟ ده الحل العبقري اللي عندك؟ يعني كنت اسيب كلب زي توفيق ده يهددنا وابتزنا ويخسرنا كل اللي عملناه؟ احنا خلاص؟ ما عادش كده في ابتزاز؟ ما حسن هو اللي قال لتوفيق، ولو عارف ان انت قتلت ابوه هيفضل يبتزنا واكتر كمان، وكمان ممكن يبلغ عننا. مش حسن اللي قال لتوفيق، واحد تاني. أنا اتأكدت إن توفيق ما يعرفوش، وكمان في واحد تاني يعرف الحكاية وإحنا ما نعرفوش. أنت عارف أنت عملت إيه؟ أنت ضيعت الكارت الوحيد اللي كان في إيدينا ووصلتنا للإعدام. راجي الموضوع كله هيبان على إنه إهمال. واحد ساب أنبوبة البوتاجاز مفتوحة وولع سيجارة فانفجرت عادي، كلب وراح. شغلش دماغك أنت، أنا مأمن نفسي كويس أوي. حلو خلاص، طالما أنت بقى مخطط لكل حاجة ومأمن نفسك قدام البوليس انت المسؤول عن كل النتائج. انا بره الموضوع ده خالص. راجي راجي انت جوه الموضوع ده قبل يا راجي. انت مش هتضحي بيا. مين قال ان انا هضحي بيك؟ انت اللي قلت يا راجي. طب اهدى يا فريد، اهدى. ايه انت جايب عربيه غير عربيتك ليه؟ شغلش دماغك يا راجي. تاني مره خلي بالك من كلامك كويس قوي. زوغ من الاسم ليه يا حضرة النقيب؟ وانا اقدر يا باشا، ده انا حتى ظابط مجتهد وجايب شغل معايا، قلت بس اشد حجرين شويه كده. احمد ربنا ان انا طلعت من الخدمه، والا كان هيبقى فيه جيزه كبير قوي. وهون عليك يا باشا، ده انا حبيبك. اتفضل كمان يا باشا. تشرب ايه بقى؟ شاي. حماده احلى شاي عندك. ما لقيوش حاجه في شقه توفيق تقول مين اللي عملها. يا باشا ده انت ولا الحكم بتاع الدوري الانجليزي، ومين قال بس انها جناية؟ انا لسه قافل معاد الباشا، وكان بتوع المعمل الجنائي لسه شغالين. بصراحة بقى انا مش مقتنع بحكاية القضاء والقدر دي. الراجل يروح الصبح للشركة عند راجي وبالليل يموت؟ راجل مين؟ توفيق؟ ايوه. امال انا كنت رايح له البيت ليه؟ لا واحدة واحدة كده يا باشا واحكي لي. يومها الصبح لينا اتصلت بيا وقالت لي ان توفيق جه قدام الشركة عشان يكلم راجي، وطلبت مني ان انا اروح له عشان اتفاهم معاه عشان ما يعملش كده تاني. غريبه. هي فعلا غريبه. شكرا. بس كل الشواهد بتقول ان التوفيق ده اصلا راجل بتاع مزاجه، وان الحادثه كلها عباره عن اهمال. ما افتكرش، ما افتكرش خالص. بص يا سامح، الموضوع ده لو وراه حد يبقى هو فريد. مين اللي له مصلحه انه يمنع توفيق انه يوصل لراجي باي ثمن؟ ها؟ عموما تقرير المعمل الجنائي هيثبت كل حاجه. على الله. اشرب يا باشا. انا قلقانه قوي على علي. يا حبيبي حياته كلها شايل الهم. الولد التاني كمان صعبان عليا قوي، وكل الولاد اللي زيه. الحمد لله يا مامي ربنا انقذه. الحمد لله. انا بس مش قادره افهم ازاي خرج من الشقه ساعه الانفجار. لا يا مامي هو ما كانش جوه اصلا، هو الجيران لقوه بره مرمي على السلم،
وهو كان عايش مع مين؟ كان عايش مع خالته وولادها. يعني كان في ولاد تانية غيره في الشقة؟ لا يعني قصدي ما كانش في حد جوه ساعة الانفجار يعني. غريبة أوي، أمال إزاي الانفجار حصل وهما أصلا مش في الشقة؟ علي حبيبي اطمن، إن شاء الله هيبقى كويس. هو فين؟ في الأوضة اللي جوه. هنا؟ هو كريم كويس فعلا؟ أه الحمد لله. طب والراجل اللي كان عايش معاه ده إيه؟ حصل له حاجة؟ راجل؟ راجل مين؟ أنت مش قلتي إن هو عايش مع خالته؟ أه. رأيي؟ لا طبعا مفيش الكلام ده، كان عايش مع واحد بيضربه تقريبا، كريم هو اللي قال لي كده اصلا. اكيد جوز خالته. جوز خالته؟ يمكن. طب الراجل ده كان موجود في الحريقه ولا ايه؟ اه جيران بيقولوا انه مات. لا حول ولا قوه الا بالله. حصل ايه يا حبيب؟ كنت فين؟ انا اسف يا كيمو، كنتش مفروض ارجعك بالتوفيق تاني. ابوك مات يا حسن. الله يرحمه وسامحه بقى على كل اللي عمله. وانت كنت فين وقت الحريق؟ كنت بجيب عيش. الحمد لله كويس انك كنت بعيد عن البيت. ارتاح حبيبي ارتاح. انا شفت راجل جاي من ناحية البيت. راجل مين يا كريم؟ كان في الجمعية يوم وجيت معاك. ايوه مين ده يعني يا كريم؟ قولي شكله ايه؟ الباقي في حياتك يا حسن. حياتك الباقي؟ امال فين مروان ومدام الهام؟ قلت لهم يروحوا، مامي كانت عايزه تفضل معاك بس مروان شكله مجهد قوي فاضطرت تمشي معاه. انا ممكن اتكلم على جنب شويه؟ هما كانوا سايبينه في الملاحظة الفترة اللي فاتت بس عشان يتأكدوا ان هو بقى كويس، بس الدكتور قال لي ان هو ممكن يروح النهاردة. الحمد لله متشكر قوي يا لينا. هو انت ناوي تاخده وتروحوا على فين؟ مش عارف بس ان شاء الله خير يعني، ربنا يدبرها وتصرف. طيب حسن انا اتكلمت مع مامي وهي موافقة ان انتوا تيجوا تقعدوا معانا وكريم يقعد معانا بس وهو تعبان. شكرا يا لينا. طيب روح انت بقى لكريم، انا هطلع اطمن من الدكتور. مساء الخير يا ماما. مساء النور يا حبيبي. نمت كتير النهارده؟ اه ما انا كنت تعبان من السفر بقى. كنت تعبان ولا بتتهرب عشان ما تتكلمش في اللي حصل؟ انا مش بتهرب، انا بس كنت محتاج شويه وقت ابقى فيهم لوحدي عشان اعرف افكر في اللي حصل يعني استوعبه وخلاص. قررت اني اتجوز أروى. بص يا مروان، انا مامتك يا حبيبي واكتر واحده في الدنيا عايزك تعيش سعيد. طب
طبعا كان نفسي تتجوز البنت اللي انت بتحبها، عشان كده حبيبي انا مش هغصبك على اي حاجه. محدش غصبني على حاجه يا ماما، انا اللي عملت كده وانا اللي هتحمل المسؤوليه ده. على السلامة. انت هتكبر امتى بقى يا استاذ؟ انا هفضل طول عمري كده احط نفسي في مواقف زفت مع الناس واصلح وراك؟ متقلقش، اوعدك ان ده مش هيحصل تاني. الهام، يا ريت ننسى المشاكل اللي بيننا دلوقتي، ان شاء الله حتى مؤقتا لحد ما نحل مشكلة مروان دي. على فكرة أنا أوريدي بعمل كده، بس برضو كل واحد فينا هنا في أوضة. هي لينا فين؟ زمانها جاية مع علي وكريم. شكرا لينا. مش عايز حاجة يا كريم؟ شكرا. لينا ممكن تقعدي معايا أنا وكريم شوية؟ معلش يا حسن، مش هينفع، أنا مرهقة قوي. ما تجيب كريم وتيجوا تتعشوا معانا. هو مش هينفع، كريم لسه تعبان لحد دلوقتي ومش عايز تقل عليه يعني. طيب انا هبعت لكم ايلين بالعشاء. لينا انا مش عارف اشكرك ازاي على كل اللي عملتيه معايا من ساعه اللي حصل. مهما قلت لك كلام يعني مش هيقدر يوصف لك اللي جوايا. انا ما عملتش حاجه يا حسن، انا ما عملتلكش، انت عملت لكريم. تصبح على خير. تمام. على كريم. كريم انا عاوزك في حاجه، معلش. هو انا لو وريتك صوره تعرف اذا كان هو الراجل اللي انت شفته ولا لا؟ هو ده؟ ايوه هو ده. طب اسمع يا كيمو، مش عاوز اي حد يعرف اي حاجه عن الموضوع ده، ماشي؟ يلا تصبح على خير، نام انت. تليفونه لسه ما بيردش، مش يمكن العدة اللي معاه بايظة؟ هو صيني ولا فنلندي؟ انت بتقولي ايه يا ناهد؟ بكرة تعرفي ان كلامي صح والسماعة ضربت منه. بيعتيلي بس تليفونه كده وودهوله عند النوجافون، يصفر له العداد ويعمله سوفت، وبعد كده بقى يبقى يبيعه لأي غشيم بسعر كويس. بتهزري صح؟ بتهزري وانا في الحالة دي؟ خلاص انا اسف. طب معاكي نمرة حد من صحابه تكلمي تسألي عليه؟ لا، وحتى لو معايا عمري ما هعمل كده، اكيد هيزعل. طب ما تكلمي لينا، مش انت قلتي لي هي اقرب حد ليه ومعاها سره؟ هقول لها ايه؟ اسالي عليه. سلام، عايزاها تقول عني ايه بقى؟ ما عنديش كرامه؟ اخوها ما بيردش عليا وبسالها عنه؟ كرامه ايه وبتاعت ايه دلوقتي يا ليلى؟ الله، هو مش مروان ده الراجل بتاعك؟ عادي يعني لما ما يردش عليكي تطمني عليه. تفتكري؟ ايوه، اسمعي كلامي وجربي، مش هتخسري حاجه. مش قادرة، مش هعرف اعمل كده. انا هعرف، هاتي. لا لا انا مش هسيبك حاجة حيرانة كده. الله، بس يا ناهد. هاتي يا ليلى بس هاتي الموبايل بقى. سيبيه يا ناهد بس. الحمد لله على السلامة يا خالد. الله يسلمك. مالك يا ماما؟ مفيش.
هو مفيش اخبار عن مروان يا خالته؟ اصل بكلمه ومش بيرد عليا. شيك تكلمي مره ثانيه، انت فاهمه ولا لا؟ هات الزفت اللي في ايدك ده. ايه ماما حصل ايه كل ده؟ حصل اللي كنت خايفه منه. ابن القصور كان بيلعب بيك يا استاذه وهيتجوز. هيتجوز مين؟ هيتجوز اروى. اللي قالك الكلام ده اكيد كذاب. ما حدش قال لي حاجه، انا اللي سمعت بوداني. كل فوله ليها كيال يا بنتي، احنا لسه نصيبنا ما جاش. هو في كده يا ماما؟ اللي عايز حاجه ما تهدمش كده. اللي تهدم انا مش عايزه، انت فاهمه ولا لا؟ وبلاش تعشم البنت بموضوع عمره ما هيتفتح في البلد تاني. ايوه يا ماما، بس برضه ما ينفعش الهدف. كلمه تانيه وهقلبها لكم نكد. سيبيني في اللي انا فيه، روحي شوفي ليلى وسيبيني في الزفت اللي انا فيه بقى. هي خالته بتقول كده بس عشان ابعد عنه مش كده؟ هي اصلا ما كانتش عايزه الموضوع من الاول. ردي عليا يا ناهد، قولي لي اني في كابوس وان كل الكلام ده مش حقيقي. انا هكلمه. لا سيبيني. لا يا ليلى لا، سيبيني يا ناهد. انا عايزه اساله، هو الكلام ده بجد ولا كذب؟ اساله هو اللي عمل فيا كده؟ ما عملتلوش حاجه، انا والله العظيم حبيته. وبعدين يا ليلى ما ينفعش كده حبيبتي، انت طول عمرك جامده. انا جامده؟ ده هيتجوز اروى وانا ايه؟ كنت مجرد لعبه خلاها تحبه ولما زهق رماها. ايه ده؟ ممكن نتكلم بره بس؟ انت اتجننت يا ابني؟ الواد ده بيعمل ايه هنا؟ صحيكم مشكورة يا راجل باشا. على اساس يعني ان انت حزين قوي على موت توفيق؟ ما بيشمتش في موت ابويا القليل الاصل يا باشا. طب اخوك بيهدد ايه هنا بقى يا اصيل؟ يا باشا ابويا مات وما عادش ليه مكان يقعد فيه، ارميه في الشارع يعني؟ وانا بيتي مش ملجا. انا اتفاقي معاك خلص خلاص. هتاخد الفلوس اللي اتفقنا عليها وتسافر. وانا خلاص اتكلمت مع الهام. طالما هتبين قدامها ان انت مصر على السفر هتوافق. حلو قوي. اتفاقك معايا خلص. فين بقى الورق اللي معاك؟ هيفضل معايا؟ بس ده ما كانش اتفقنا يا باشا. الورق ده ممكن يلبسني الاساور، واتفقنا مع بعض ان انت تديني الورق بعد ما انفذ المطلوب، ودي نفذته. وانا ما قلتش غير كده. هتاخد الورق اول ما تخرج من حياه الهام خالص. بعد ما تسافر اقول لها ان انت مت في حادثه. وخلاص. اول ما الامور تهدى كده هرجع لك الورق. اي حاجه تانية غير كده انا بقى اللي البسك الاساور. طب لو جد في الامور امور يعني وسافرت انا ايش ضمني ان انت هتديني الورق؟ ضمانك انك تنفذ اللي اتفقنا عليه. ولما ارجع مش عايز الاقي اخوك هنا. ها انت فين؟ انا واقفه في المكان اللي قلت عليه. اه شفتك اهو، انا في العربيه.
ازاي عدتك يا دلي؟ مواعيدك بتتظبط عليها الساعة. ازيك؟ كويس. كلمتيني، كنت عايزاني في حاجة؟ بصراحة عايزاكي، بس ممكن نقعد في مكان الأول وبعدين نتكلم؟ انت متأكد ان هو ده اللي شفته؟ ايوه هو ده. يعني الموضوع مش صدفة ولا قضاء وقدر زي ما توقعت؟ انا مش قادر اتصور لفريد يوصل به الاجرام للأكل. اذا كان خطف العمال وعذبهم يبقى ما تستبعدش عنه اي حاجة. كريم يا حبيبي، ممكن لو سمحت تجيب لي كوباية مية؟ صراحة أنا شايف إن حكاية القرارات دي يعني مش بتاعت فريد بيه. إيه؟ القرار الأول الأخير لراجي بيه. وإيه علاقة توفيق براجي أصلاً؟ ما هو راجي بيه هو اللي مدبر الحكاية دي من أولها لآخرها كده. إيه؟ هو اللي جابني وخلاني أمثل دور علي ده. لا بقى، أنت بالراحة وبهدوء تحكي لي على كل الحكاية من الأول. إيه؟ بس الراجل اتحرش بيكي؟ ومش بس كده، ده فضل ورايا علشان يجبرني أفضل على علاقة معاه، يا إما كده يا إما هيفضحني ويخليني أخسر شغلي كله. طب انت ايه رايك اللي هو اللي اتفق مع فريد علشان يلفقوا لك موضوع السرقه ده؟ بجد؟ طب ليه؟ علشان عرفوا ان مستر محمود طلب منك تدوري ورا فريد فحبوا يخلصوا منك. داليا، انا مش هقول لك الكلام ده الا اذا كنت متاكده منه 100%. بس انا كنت بدور ورا فريد مش مستر راجي. وايه الفرق؟ ما هما الاثنين واحد يا حبيبتي. طب انت تقدري تشهدي بالكلام ده؟ طبعا اقدر، بس بشرط. ايه؟ انه بتنشري في المجلة بتاعتك ان راجل اتحرش بيه. داليا، اكيد لو ما كانش ده حصل انا ما كنتش هفضح نفسي واقول الكلام ده كله. كفاية قوي الاهانات اللي انا استحملتها، ولو انتي مش مصدقيني انا مستعدية اديكي رقم المحضر وانتي تعرفي كل حاجة بنفسك. بصي بس، ما انا مقدرة طبعا الموقف اللي انتي فيه وشجعك جدا تاخدي حقك، بس أنا مش هقدر أنزل موضوع عن رجل أعمال اتحرش بالسكرتيرة بتاعته. أنا شغالة في مجلة ليها قواعد، مش هقدر أنزل موضوع زي ده. بس أنا ممكن أساعدك بطريقة تانية. أنا ممكن أكتب موضوع عام عن التحرش وأحط الموضوع بتاعك ضمن الملف ده. ماشي يا داليا، وأول ما تنشري الموضوع بتاعك أنا مستعدة أشهد معاكي قدام الشركة كلها لو تحبي. ماشي يا بس. وأنت ليه ما قلتش الكلام ده من الأول؟ يا باشا ما انا حسبتها، قلت اكيد انتوا يعني مش هتصدقوا عيل انتوا شايفينه نصاب وتكدبوا راجي باشا. طب وراجي يعمل حاجه زي دي ليه؟ عارف، هو حتى لما كان بيتكلم معايا ما كانش بيخش معايا في تفاصيل، كان بيتكلم بالقليل كده. بصوا بقى، الكلام اللي قاله كريم ده لازم يفضل بيننا احنا الثلاثه لحد ما نحتاجه يشهد على فريد، ولما يقع فريد هنفهم كل حاجة. لا باشا، بس كريم ده عيل صغير ومش عايزين ندخله في حوارات. ما تقلقش يا حسن، أنا هاخد كريم عندي في البيت وده أأمن مكان ليه. أنا مش عارف أشكر حضرتك إزاي والله يا كمال باشا. يمينك ده يعني عمري ما هنساه في حياتي. أنا هروح بقى أفرح كريم. اتفضل. من إذنكم. كيمو! أنا مش قادر أصدق يا كمال. لا، ما أنا مش هستنى لما فريد يتقبض عليه علشان أفهم. أنا لازم أعرف راجي عمل كده ليه؟ وإيه اللي وصل السلسلة ليه؟ إعمل اللي أنت شايفه يا عمي، بس أنا متأكد إنه مش هيقول لك الحقيقة.
ازيك يا ليل؟ ازي حضرتك؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله. انا جيت عشان اقول لحضرتك ان انا مش هقدر اكمل شغل في الجمعيه. انا طبعا فاهمه، بس انا عايزاكي تاخدي وقتك وتفكري كويس لغايه ما تهدي. ما تستعجليش خالص في قرارك يا حبيبتي. انت مش لازم تسيب الجمعيه، ده شغلك اللي انت بتحبيه. معلش انا بقى مرتاحه كده اكتر. انا مش عايزه اغصب عليك زي ما تحبي، بس اتاكدي ان اي وقت عايزه ترجعي فيه باب الجمعيه هيبقى مفتوح، واي حاجه انت عايزاها كلميني على طول، معاكي تليفون. الله يسلمك. لا بيرفكت، اعتقد ان ده هيبقى مناسب لينا كلنا وتحديدا لارو. طبعا خلاص، انت اتفقي مع اللي عندك وانا هكونفيرم مع هشام. اوكي يا حبيبتي، باي يا الهام. باي. مبروك يا هيشو، الهام لسه قافله معايا دلوقتي حالا، بتحدد ميعاد كتب الكتاب. مبروك. مبروك في ايه؟ مش هو ده اللي احنا كنا عايزينه يحصل من زمان؟ مش بالشكل ده يا نانسي. بذمتك انت مبسوطه ان بنتك بتتجوز بالشكل ده؟ انا اللي هيخليني مبسوطه ان بنتي تتجوز الراجل المناسب ليها. انت نفسك لما تشوف اروى ومروان مبسوطين وسعدة مع بعض هتنسى كل الكلام الفارغ ده. وبعدين خلينا بقى في المهم، احنا هنقول ايه للناس؟ ما هو اكيد الناس هتتكلم لما تلاقيهم اتجوزوا فجاه كده. أنا شخصياً عارفة أصحابي هيتكلموا يقولوا إيه. أنا بقول إحنا ما نعزمش حد خالص في كتب الكتاب، ونقول إن إحنا قرينا فاتحة ولبسنا دبل بس. إيه رأيك؟ هشام، هو أنا بكلم نفسي؟ في إيه؟ ما تفكها بقى شوية، أنت هتفضل تلومني على طول على اللي حصل؟ تفتكر يا نانسي لو بطلت ألومك هنرجع زي الأول؟ سلسلة عالي جبتها منين؟ مش عارف تقصد ايه يا عم. سلسلة عالي اللي اديتها لحسن جبتها منين؟ حضرتك عرفت من امتى؟ من مدة. ليه عملت كده يا راجي؟ ليه كذبت علينا وفهمتنا ان الولد ده يبقى علي؟ عشان الهام يا عمي، كان نفسي اساعدها تخرج من حاله الحزن اللي هي فيها دي، كان نفسي اشوفها فرحانه زي زمان. انت خدعتنا كلنا، وانا اللي كنت واثق فيك ومستأمنك على بنتي، بنت اللي انت عارف كويس قوي ان الحاجه الوحيده اللي تريحها إن علي يرجع لها. علي مش هيرجع يا عم، علي مات.